تلك الأزمة الصحية العالمية، وباء الخنازير أو H1N1 التي تعصف في دول العالم، والتي كثير من الدول فضحت سياساتها خاصة في السفر بين البلدان الذي من شأنه أن يكون له أضرار وخطر على المسافرين والقادمين والمواطنين. وهذا بلا شك إجراءات صحية وقائية تتخذ من أجل حماية الناس مما قد يحدث بصورة أو أخرى. وهناك الإجراءات الأخرى الوقائية، الإجراءات التي من شأنها أن تقلل أو تقي الناس في خاصة في المناطق المزدحمة، حيث أن الاختلاط هو من أحد الأسباب التي تنقل المرض، مثل هذا الانتقال لهذا المرض بين البشر.